ضمن فعاليات كأس الخليج المقام بالعراق، استضاف ملعب البصرة الدولي نهائي البطولة بين العراق وعمان مساء أمس الخميس، واللي انتهت بفوز أسود الرافدين بثلاث أهداف لهدفين ليتوج باللقب بعد سنوات طويلة. ولها الحدث التاريخي حضرة أحلام الشامسي وماجد المهندس لإحياء حفل ختام خليجي 25، وتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتصرفاتهم. فماجد المهندس فور نزوله من الطائرة ووصوله للعراق قبل أرض استاد البصرة بلفت نال التصفيق وإعجاب الجمهور، كما أنه لم يتمالك نفسه ودموعه أثناء تقديم النشيد الوطني العراقي على المسرح بالحفل. من جهة أخرى، قدمت أحلام أغنية وجه بغداد بالحفل، خاصة وأن ما غنت سابقا بأي من المدن العراقية. أحلام تفاعلت بشكل كبير مع غناء الأول بالعراق وقالت بكلمتها على المسرح: تشريف أني كنت بينكم اليوم، اليوم أنا بنت زايد بنت الإمارات، إلى أهل العراق أحبكم، يعني إن شاء الله الفرح يضل دائما حليفكم، أشوفكم على خير إن شاء الله. على صعيد مختلف، تصدر هاشتاج خليجي 25 وكأس الخليج ترند تويتر بعد فوز العراق باللقب ليلة أمس بعد أكثر من 30 سنة، وبارك العديد من النجوم للمنتخب العراقي منهم رحمة رياض، محمد هنيدي، أصالة، شادى حسون.